بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل الاي بي اي بلانز للميكانيكال سيل. وزي ما قلنا احنا بنتكلم على الميكانيكال سيل المفرد اللي هو ميكانيكال سيل واحد. طيب من اشهر انواع من اشهر البلانز الموجوده والمستخدمه بكثره جدا وابسطهم هو بلان 11. ايه بلان 11؟ ان انا باجي على خط طرد الترمبه واخد خط صغير قوي منه متفرع منه واركب عليه اورفيس اركب عليه اورفيس وبعدين ادخله على الستافنج بوكس اللي جوه الميكانيكال سيل. الخط ده الاورفيس يقلل الضغط ويزود السرعه، فخش على الستافنج بوكس انظف الستافنج بوكس وابرد الميكانيكال سيل. وبعدين بما ان الضغط انا واخده من الطرد فضغطه بيبقى اعلى من ضغط سحب الترومبه، فيجري من ظهر الامبلر على السحب، يبقى الفلو بتاعي كده. طب تعال نشوف شكله تاني اهو. ادي واخد من فلانشة الطرد، حطيت الاورفيس اللي لونه ازرق وبعدين دخلت على الستافنج بوكس، يبقى الفلو بتاعي هيمشي من الطرد على الستافنج بوكس ومن الستافنج بوكس ورا الامبلر على السحب تاني. طب البلان ده بسيط جدا ومش مكلف خالص وبيضمن ان دايما في فلو. طب ما في حاجات تانية قبل كده بتضمن ان في فلو برضه من جوه بنفس الطريقة؟ اه، بس ده انا ببقى شايفه من بره فبطمن، اقدر امسك الخط ده اعرف ان في فلو شغال فيه ولا لا. طيب اهو تاني، ادي خط السحب اللي هو الكبير وبعدين خط الطرد، خدت منه تفريعة صغيرة، التفريعة الصغيرة دي على فلانشة في اورفيس، خدت من الاورفيس دخلت على الستافنج بوكس، الستافنج بوكس زي ما قلنا على ظهر الامبلر، من ورا الامبلر على السحب تاني، يبقى اهو ادي اتجاه الفلو في الاتجاه ده. ده بلان 11 اللي بيستخدمه مع السنجل ميكانيكال سيل زي ما اتكلمنا قبل كده. طيب نشوف تاني، ادي سحب سحب الترومبه اللي هو من ناحية الشمال اللي هو فلانشة السحب، وده اللون الازرق ده هو اللون الليكويد اللي حوالين الترومبه. بعدين فلانشة الطرد فوق اهي، خدت باي باس من الطرد دخلته على اورفيس، الاورفيس اتجاه الفلو جاي من الطرد على الستافنج بوكس، دخل على الستافنج بوكس ده اسمه بسميه ايه ده فلاشنج لانه متجدد، دخل اهو دخل على الستافنج بوكس ملاه برد الميكانيكال سيل وكسح وراح ورا الامبلر. طيب تعال نشوف بلان 12. بلان 12 زاد عن اللي فات بس حاجة صغيرة قوي، هو ان انا حطيت سترينر، حطيت سترينر قبل الاورفيس. ليه؟ لان ممكن يكون السائل اللي دفع الترومبه ده فيه شوائب فانا عايز احمي الميكانيكال سيل، يبقى عملت ايه؟ عملت سترينر، يعني هو زي 11 بالظبط بس زودت سترينر قبل الاورفس. طب تعال نشوف كده اهو، خدت برضو من خط الطرد، خدت باي باس دخلته على سترينر اهي تحجز، واتكلمنا عليها في اول فيديو خالص. وبعدين بعد السترينر في اورفس، بعد الاورفس دخلت على عشان اعمل فلاشنج، دخلت على الستافنج بوكس، ستافنج بوكس لظهر الامبلر على السحب تاني، يبقى ده بلان 12 شبيه ب 11 بالظبط بس انا زودت سترينر. تعال نشوف اهو شكل مجسم، خدت من الطرد حطيت اورفيس وبعدين حطيت سترينر وحاطط عدادات قبل وبعد الاسترينر. ليه العدادين اللي قبل وبعد الاسترينر؟ عشان اعرف الاسترينر اتسدت امتى، الدلتا بي فرق الضغط قبل الاسترينر وبعد الاسترينر اقدر اعرف الاسترينر مسدوده ولا لا. وبعدين دخلت على، طيب تعال نشوف بلان 13. ايه بلان 13؟ بلان 13 ده قريب برضو من 11 و12. ايه؟ انا هاخد المره دي من ظهر الامبلر وارجع السحب، العكس، خد من ظهر الامبلر بيبقى الضغط اعلى من السحب، زي ما قلنا الطرد اعلى من ظهر الامبلر، يبقى لا ضغط ظهر الامبلر اعلى من السحب، يبقى انا بعمل سيركوليشن من ورا الامبلر من جوه الستافنج بوكس وارجع على السحب، بس بحط اورفيس. تعال نشوف كده اهو، نشوف اتجاه الخط، الخط واخد منين لفين؟ ادي الفلاش اوتلت، يبقى انا واخد منين؟ يبقى انا الامبلر بيبقى الضغط في وراها اعلى من ضغط السحب، فيقوم يدخل الليكويد ده او السائل جوه الستافنج بوكس عند الميكانيكال سيل اللي هو اللون الاخضر. بعد ما دخل هنا برد الميكانيكال سيل، يبتدي يطلع من الستافنج بوكس اتجاه الفلو اهو، اتجاه الفلو اهو، ده الخروج، يخش على الاورفيس عشان ضغطه يقل شويه، يطلع من الاورفيس يخش على السحب، يبقى الضغط جوه الميكانيكال سيل اعلى من ضغط السحب، ده اسمه بلان 13. بس هنا الموضوع اختلف، بدل ما كنت باخد من الطرد على الميكانيكال سيل ومن الميكانيكال سيل على السحب بتاع الترومبه، لا انا هاخد من ظهر الامبلر ادخل على الميكانيكال سيل واخد الميكانيكال سيل اودي على السحب بخط خارجي، ده اسمه بلان 13 اهو. شفتوا ازاي ماشي الموضوع؟ تاني اهو، يبقى انا باخد من ظهر الامبلر لان ده الضغط الاعلى وودي على السحب،
بلان 13 بستخدمه دايما في الترمبات الرأسية. طب ليه في الترمبات الرأسية؟ عشان اضمن دايما ميكانيكال سيل واصل له فلو. اهو زي ما احنا شايفين اهو، ادي الاورفيس اللي هيركب، وبحط عداد عشان اشوف الضغط بتاعي، وباخد من الميكانيكال سيل نفسه من ظهر الامبيلر على الستافنج بوكس، ومن الستافنج بوكس بخط خارجي يروح على السحب. ده بلان 13. تعال نشوفه تاني بشكل تاني اهو، اللي هو اللون الاحمر. انا خدت من ظهر الامبيلر، مليت الستافنج بوكس، خدت من الستافنج بوكس، خدت طلعته على اورفيس عشان يقلل الضغط، رميت على السحب، ادي الاورفيس بتاعنا.